احبائي واعزائي مشاهدي قناه الصحه والجمال، اهلا بكم اينما كنتم ومرحبا بكم حيثما حللتم. معكم محبكم الدكتور احمد السلموني، متحدثا ومتحاورا اليوم في موضوع هام وجميل ودسم مع ضيفه غاليه عزيزه جميله قيمه وقامه. بادئ ذي بدء، الحمد لله الذي ان انعم فنعم فهذا فضله، والذي ان ابلى فاشقى فعذب فابرض فهذا عدله. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يعرفها سوى المرضى، وإن أردت أن تعرف نعم الله عليك فأغمض عينيك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. موضوع حلقتنا الجميلة الرائعة اليوم مع الضيفة الجميلة الرائعة القامة والقيمة العلامة المميزة الأستاذ الدكتور شادية ثابت، عضو مجلس النواب ومسؤول وعضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، استشاري أمراض النساء والولادة. دعوني بداية أرحب بها ثم بعد ذلك نتكلم عن موضوع الحلقة. مرحبا أستاذتنا الغالية أهلا الجميلة. أهلا أستاذنا الفاضل الدكتور أحمد سلموني، وأشكرك على الكلمات الرقيقة اللي لا يا فندم لا شكر على واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة جميلة رائعة، لو عرفتوا المفاجأة اللي محضرناها لنا الدكتورة شادية النهاردة للسادة المرضى والخاصة، نوع من أنواع المرض الخاص، إيه المجهود الجبار اللي عملته عن خليف آخر الحلقة. مفاجأة للسادة المشاهدين المرضى اللي موجودين في بلدنا العزيزة مصر. أحبائي، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، النبي اللي قال مش أنا، عليه أفضل الصلاة والسلام، النبي اللي قال كده يا فندم، ربنا يبارك في سعادتك. الله يخليك فندم. أولا وبداية حلقتنا النهاردة حلم كل فتاة، أي فتاة تكبر، بعد ما تكبر تتخرج، بعد ما تتخرج عايز تتجوز، بعد ما تتجوز حلمها انها تحمل. هتكلمنا النهارده الدكتوره الرقيقه الغاليه العزيزه حبيبه الشعب المصري، حبيبه بولاء والقاهره وكل الدنيا، حبيبه امبابه، ارض امبابه العزيزه، هتقول لنا بقى ايه هو اللي احنا نستعده قبل ما تبدا البنت الاموره او نقول العروسه تحمل. استعدادها ايه يا دكتوره شاديه؟ اولا انا دايما بقول الست زي ما بتحضر شقتها وفرشها وستايرها لازم تحضر صحتها لانها تكون ام جديده. طيب تحضر صحتها ازاي؟ طبعا هو في طبعا فحوصات ما قبل الزواج، واحنا اتكلمنا فيها ان لازم تتغير، وتشمل ثلاثه كاتيجوري، يعني ثلاث مجموعات، اللي هي الامراض الوراثيه، الامراض اللي هي متنقل بالزواج، والامراض الصحه الانجابيه. طب ندي بس نبذه للساده المشاهدين زي ايه الامراض الوراثيه يعني انا يعني المفروض الامراض اللي هي بتنقل بالزواج اللي هي فيروس بي وسي والايدز اللي هو اتش اي في والسيلان والزهري اللي هو الجونوريا والسيفلس. تمام. فدي امراض بتنقل بالزواج، لو كان موجوده يعني انا بقول للسيدات ما تجوش، لان انا كنت وكيل مستشفى امبابه، يجوا في نفس اليوم احنا هنكتب كتابنا بكره، لا ده انت المفروض قبليها بشهر او بشهر ونص عشان لو في حاجه تتعالج منها. الصحه الانجابيه بالنسبه للسيده بنشوف الرحم، الانابيب، المبيضين، بنشوف الكلام زي ده كله، ما فيش عيب خلقي. بالنسبه للزوج بنشوف تحليل سائل منوي على اساس ما يبقاش عنده تليف في الخصيتين او كده، او لو عنده العدد قليل او اي حاجه يتعالج. تمام. يبقى الكلام على نور. بالنسبه للجينيتك ديزيز اللي هي الامراض الوراثيه زي الثلاسيميا، ودي يعني منتشره قوي عندنا في مصر. والكلام ده سهل جدا ان احنا نشخصها على اساس برضك يبقى معروف ويبقى كيفيه الوقايه منها ازاي. تمام. فدي المفروض تشتمل عليها الشهاده اللي هي التحاليل ما قبل الزواج. وبقول للناس حتى ما تنتظروش الشهاده دي، انتوا روحوا حللوا الكلام ده، يعني قبل كل واحد يبقى عارف نفسه. تمام. في ايه ويظبط ازاي. طبعا في حاجه الناس بتستخف بيها جدا ولكنها مهمه جدا، تقول لي انا عندي شويه انيميا. يا نهار ابيض، ده شويه انيميا دول ممكن يؤدوا بحياه العيانه في الولاده. صح. يعني المفروض برضك قبل الحمل زي اي كل الدول المتقدمه بتروح تعمل تحليل سكر، بتروح تعمل تحليل صوره دم كامله، بتروح تشوف وظائف كبد وكلى، كل الحاجات دي بحيث ان تتظبط. لو في انيميا تتصلح، لو في سكر يتظبط، كل دي كلها امراض مقدور عليها تتظبط، بحيث ان الدكتوره تقول لها يو كان جيت بريجننت، انت تقدر دلوقتي تروح تحملي. طيب. يبقى جسمها مجهز انها تكون ايه؟ حامل. فكده انا بوصلها لحمل امن، حملت بقى.
لازم تروح تتابع الحمل من أول يوم. قبل ما تحمل عايزين نتكلم على حاجة تانية. أي عندنا بعض الأماكن الجميلة قوي والمستشفيات الراقية جدا بيعملوا حاجة اسمها بري مارايتال كونسلينج، مشهورة ما قبل الزواج. الثقافة يا مشكلتنا احنا فندم والله أنا لا عاملة اقتراح برغبة بالكلام ده، والله أنا عاملة اقتراح برغبة في البرلمان. معلش احنا مشهور بدأنا بقى مع السادة المشاهدين وحقهم عليا. لا والله هنشوف مدام رحمة من يعني المنصورة برافو بلدي. على حضرتك إن فعلا أشرت إلى هذه النقطة، طب مشهورة ما قبل الزواج. في عندنا سؤال من مدام رحمة في المنصورة، أهلا. اتفضلي يا مدام رحمة. السلام عليكم، ازي عليكم حضرتك؟ السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عامل ايه؟ اهلا بيك يا فندم، ازيك؟ اهلا بيك، ازيك يا دكتورة عاملة ايه؟ الله يخليك، اتفضلي. اتفضلي بقول الدكتورة معاك. لحضرتك يا دكتورة، انا والدة بقالي سنة معايا بيبي عندها سنة، بس انا عايزة يعني نوع حبوب منع الحمل، اعرف نوع حبوب كويس ليا وكده. انا افضل لك طالما والده يعني خدي لولب احسن. اللولب يعني الحبوب كويسه برضك، بس اللولب احسن وامن. انا بخاف من اللولب. لا ما فيش لا خوف مفيش ولا خوف، حاجه بالعكس. ولا بتحسي بيه وهو بيركب، لانه هو امن ليكي. الحقيقه خديه، وده بيتاخد 3 يوم بالدوره. لكن لو انت مصره على الحبوب، في اسامي حبوب كتيره جدا، بس انا لو قلتها هنا لا مش هنقول هيقول لك ما اسماء ينفعش انت تجاريه. بتعملي دعايه. في انواع حبوب كتيره جدا، في حبوب للرضاعه اللي هي مونو، يعني فيها هرمون واحد البروجسترون علشان ما تاثرش على ادرار اللبن. لا انا ما برضعش. طب تبقى في حبوب ثنائيه ان انت بتاخديها، بحيث ان هي فعلا تاخديها، بحيث ان هي تاخديها 21 يوم وتبطلي، وتاخدي من 3 يوم الدوره. بس انا مش هقدر اقول اسامي هنا، عشان كده اقول لك دعايه للشركه دي. ممكن تكلمينا بعد الحلقه خدي على تليفوني وكلميني الكنترول، على هنسيب الخاص رقم الدكتوره تتواصل ان شاء معاك ان الله. شاء الله رب العالمين. شكرا يا رحمه على اتصالك، واحنا ان شاء الله هنخلي جزء في الاخر على حبوب منع الحمل وعن وسائل تنظيم الاسره ان شاء الله رب ان العالمين. شاء الله يا فندم. طب احنا كنا بنتكلم على مشهورة. مشهوره ما قبل الزواج، وللاسف ان معظم بناتنا في حياء في خلق طبعا، وده شيء في الاسلام مذكور، لكن عايزين نعلمهم الثقافه قبل ايه مرحله الزواج بالظبط، علشان انها خاطر. بتؤدي الى الطلاق بعد كده. تمام. يعني نسبه الطلاق حتى من خارج مصر، قالوا نسبه الطلاق في مصر ده انا كتيره جدا. اتخطيت في اعلام من اسبوع احصائيه رهيبه، 750 الف حاله طلاق في سنه واحده. ايوه يا فندم، وبالتالي لا انا عايز الاطفال، اعرف راي الاطفال معاليك هي اللي بصفتك بتتشرد. يعني حضرتك. فاحنا اولا بدايه لو احنا عملنا التحاليل، يبقى كل واحد عارف التاني على نور، دي نمره واحد. نمره اتنين المشوره اللي حضرتك اشرت اليها دي حاجه مهمه للغايه، وانا كتبت اقتراح برغبه. الكنيسه المصريه دلوقتي ما بتعملش جبنيوت ولا زواج الا ما بيمروا بتدريب على مشاكل الزواج زوجي وكيفيه علاج هذه المشاكل، وايه هو الزواج. ما هو البنت فاكره الزواج رومانسيات رومانسيات، وتيجي الظاهر تصطدم الحلقه بحاجه. تبقى النهارده ان شاء الله باذن الله مشتعله كده ودسمه. معانا مدام ندى، اتفضلي يا مدام ندى. ايوه السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمه السلام الله وبركاته، اهلا بيكي. لو سمحت يا دكتوره، انا ايوه كنت فندم. حامل وفقدت الحمل في منتصف الشهر الرابع، وعايز اسال حضرتك المفروض انتظر نزول الدوره بعد قد ايه يعني من الثقه؟ ولو انا ما حملتش غير بالمنشطات وبعد محاولات بالمنشطات، وهل ممكن يحصل حمل بدون لجوء للمنشطات؟ انت لو انا لجأت للمنشطات انت اجهضتي، انت اجهضتي في الشهر الشهر الرابع. الرابع. طب كان الجنين في الجنين جنين. كان فيه نبض ولا ما كانش فيه؟ لا كان فيه نبض، بس حصل انفجار في جيب الميه. طب بص يا كان فندم، عندي التهابات وانا اتنادى حاجز رحمي، وكان المفروض ان انا اعمل رفض العنق الرحمي. ايوه كنت لسه هقول لك الكلام ده. طالما حصل انفجار في جيب الميه، يبقى انت عندك عنق الرحم بتاعك واسع. لما عنق الرحم واسع، اول ما تكون الجيب بتاع الميه راح نزل في عنق الرحم، اتفتح خلاص الجنين هينزل. يبقى نعمل ايه؟ لان لا يمكن الالتهابات بتوصل للجنين، لان بيبقى فيه كيس اسمه السائل الامنيوسي، الكيس الامنيوتيك ساك، وجواها السائل الامنيوسي بيفصل الجنين عن الوسط الخارجي، اي التهابات ما بتدخلوش. تمام. ايه وطبعا بعد الواحده ما بتبقى حامل فيه هرمون اسمه البروجسترون، ده بيطلع من الاول من الكوربس لوتيم، وبعد كده الجسم الاصفر، وبعد كده بيطلع من المشيمه. ده بيخلي عنق الرحم مقفول تماما تماما زيرو. يعني حتى الناس اللي بتعمل اجهاض اجرامي بيبقى احيانا بتخرم الرحم، لانه فعلا ما بيقدروش، لان البروجسترون ده قافل جامد جدا. تمام.
فهو طبعا هي عندها اتساع في عنق الرحم. فانت ان شاء الله المره الجايه الحمل القادم من وانت اولا بتاخدي مثبتات الفتره الاولانيه، ومن اول ما تكملي 11 اسبوع تعمليه بالسونار، تعملي ربط على عنق الرحم وترتاحي 10 ايام، وبعدين تبقي ايه ترجعي تاني لحياتك العاديه، بس طبعا بهدوء زي اي ست حامل، يبقى مش هيحصل اللي حصل المره دي مره تانية. أيوة. شكرا شكرا مدام ندى، واعتقد الدكتوره طبعا شاديه جاوبتك على السؤال بتاع حضرتك. نرجع دكتوره شاديه مره اخرى نتكلم على موضوع مهم جدا، المشوره الطبيه اللي حضرتك قلت عليها جدا، لان بقول لك الكنيسه المصريه فعلا ما بتعملش ده غير تدريب، ورغم ان هم ما عندهمش طلاق بس عشان الناس تعيش في سعاده وفي هدوء. فاحنا لازم نقول يعني ايه الزواج، العلاقه تتم ازاي، لان في ناس بيبقى ما عندهاش زيرو ثقافه بهذا الكلام. صح. وبالتالي بيحصل. استاذنك بقى معانا سؤال تاني مع الاستاذه شيماء متصله. اتفضلي يا استاذه شيماء، اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس ممكن اسال بس الدكتوره سؤال؟ اهلا بيك يا فندم. معلش يا دكتوره، بس كنت هسالك على حاجه كده. انا كنت انا عن نفسي كده مش بحمل من يعني طبيعتي كده الا كل 3 سنين. فانا فكرت في رابع ولده، فكرت ان انا اخد ايه الحقن اللي هي بتاعت 3 شهور، فضلت اخدها حوالي سنه ونص. لا ده غلط بقى، يعني انت ما بتحمليش غير كل 3 سنين، والحقن أيوة. دي بتعمل سبريشن للاوفري، يعني بتعمل بتضعف المبايض. المفروض انت ما تاخديش النوع ده من منع الحمل، تمام، لان ده هيكتر وهيطول المده اللي انت هتحملي اللي بعدها تحملي، لان اساسا الحقن دي بتعمل يعني اضعاف للمبيض لفتره طويله. يعني انا مثلا ما باخد حبوب منع الحمل، الشريط اللي انا باخده في الشهر بيمنع لي الحمل لمده شهر، مجرد ما ببطله خلاص المبيض بيرجع لطبيعته تاني. لكن حقن منع الحمل ده عشان انا عايز احمل، يبقى اسيبها قبليها بسنه، اسيبها قبليها بسنه، فهي لانها بتنطلق في الدم وبتمنع وبتعمل هبوط في المبيض مؤقتا لفتره طويله. فانت كونك ان انت اساسا يعني مبايضك ما هيش نشيطه جدا، لانك انت بتقعدي بالثلاث سنين عشان تحملي، يبقى ما كنتيش خدتي هذا النوع، وعشان كده الناس ما تاخدش من نفسها. لا وبننصح كمان معاليك يا ريت للساده المشاهدين، وخاصه اللي بتولد مره واحده بس ومنتظره حمل تاني، وسائل تنظيم الاسره الامنه حضرتك قولي لهم ايه في الاول في يعني البدايه. انا بفضل انا دايما بفضل اللولب الحقيقه. تمام. اللولب طبعا بنحطه وقت ما الست بتبقى عايزه تحمل بتشيله. طب ممكن نطمن الساده المشاهدين والمشاهدات طبيعه اللولب انه خايفين، عم هم معتقدين انه ده عمليه، والله ما في حد بيحس في تركيبه من اصله خالص خالص، لا في خلعه ولا في تركيبه، بس في ناس بتقول احيانا بيعمل لها نزيف. دلوقتي بقى في لولب زي اللولب الهرموني الميرينا، ده ما بيعملش نزيف خالص، ده بينزل نقطتين لانه بيأثر على الغشاء المبطن للرحم، وبيعمل له يعني يعني هبوط مؤقت الى ان تحب تحمل. وده برضك بنقول لها عشان لو انت عايز تحملي تسيبيه تشيلي اللولب قبل ب6 شهور، هتلاقي نفسك في يعني بيقولوا ايه جاهزه بست شهور من غير اي معوقات ولا قدامها. في اي نزيف ولا اي حاجه. ففي فرايتز في يعني انواع من اللولب مختلفه تناسب كل سيده. فانا بفضل نمره واحد هو اللولب الحقيقه. نمره اتنين الحبوب، والحبوب برضك لازم تستشيري دكتوره، لان لو عندك ضغط لو عندك سكر ما تاخديش حبوب، يعني ده لان الحبوب هتعلي لي الضغط اللي هتعلي لي السكر. يعني لازم في كل الاحوال يا دكتوره نسا او دكتور نسا، يا الا تنظيم اسره وزياده نسبه سمنه بطريقه غير بالزبط. عاديه يعني يعني انا لها اعراض جانبيه خطيره. بالظبط. انا بفضل نمبر 1 هو الحقن الحقيقه. انا يعني انا ليا تحفظ عليها من ساعه ما اتحط. ليه بقى؟ انا ما بحبش الحاجه اللي ما اعرفش اتحكم فيها. يا فندم واحنا دايما بنقول اللولب عباره عن حاجه موضعيه، موضوع هشيله وليه ادفع اكتر من صحتي ما دام ممكن ادفع اقل. ايوه يا فندم كلام مظبوط 100%. طب احنا عندنا اتصال تاني بقى، نشكر الاستاذه شيماء طبعا اتصالها، واعتقد الدكتوره شاديه جاوبت باستفاضه. احنا معانا ندى رجعت تسال سؤال تاني، اتفضلي يا ندى. لو سمحت يا دكتورة، أنا لو أنا ما حملتش غير بالمنشطات، لو أنا هلجأ للمنشطات يعني استنى بعد مرور قد إيه من السبت وأنا عمري 34 سنة لسه صغيرة يا بنت، لسه صغيرة مباشرة مع أول دورة أو بعد السبت ولا أصبر؟ لا بص يا فندم، استني شهرين كده
والايام اللي هي بتاعت التبويض من اليوم العاشر من بدايه الدوره لليوم ال 17. يعني انا دلوقتي لو نفرض الدوره لليوم ال 17 يعني انا مش هقول لك يوم واحد، افرض ان الدوره جات لك يوم 5 يبقى يوم العاشر بتاعك يبقى يوم 15 او 14. 15 لغايه 22 دول اللي هم الاسبوع بتاع الخصوبه. هذا الاسبوع يحصل اتصال زوجي يوميا، وما تقوميش على طول تتشط او تقعدي، ما تقعد 3 ساعات على الاقل نايمه، وبعد كده هتعملي اللي تعمليه، يعني حتى ما تقوميش تقعدي على السرير. فبالتالي ان شاء الله تجربي كده شهرين، ممكن يحصل حمل من غير منشطات ومن غير اي حاجه. لو ما حصلش في الشهرين دول يبقى انت تاخدي المنشطات، بس عند 11 اسبوع تربطي على عنق الرحم، ومن اول ما تعرفي ان انت حامل تاخدي مثبتات حمل. ولازم زي ما قلنا احنا والدكتور من الاول، في قبل محمل انا ظبطت نفسي، اول ما حملت لازم اتابع، مش لازم تتابع في مكان خاص، في تنظيم الاسره في كل المستشفيات موجوده تتابعي، مفيش حد اسمه يحمل ويسيب نفسه كده. تقيسي ضغط وتقيسي سكر وتقيسي وزن، وتاخدي في الاول 3 شهور بندي حاجات، في نص الحمل السكند ترايمستر بندي حاجات، في الاخر بندي حاجات، ولازم بنبقى شايفين على طول على اتصال. وبرضك عايز اقول لكم حاجه، كلكم بتطلبوا اشعه تلفزيونيه على طول، مش بالطريقه اللي انتوا عايزينها دي. هو اول 3 شهور اطمن ما فيش اتساع في عنق الرحم، الجنين ماشي كويس وجوه الحمل جوه الرحم وكل حاجه. بعد كده ممكن السكند ترايمستر اشوف الحمل ماشي كويس، ما فيش ميه زياده، ما فيش ميه ناقصه، الكلام زي ده، ودي تشوهات في الجنين خالص ونيجي بقى في الثيرد ترايمستر اطمن بردك على المشيمة تودي الغذاء يعني كويس للجنين، بتديله الجنين ماشي كويس والنمو كويس والسائل الامنيوسي حوالينه كويس. فكل ده وفي حاجات بنديها في يعني اخر 3 شهور. يعني صحي ان عدم استخدام الاشعه التلفزيونيه اكثر كثير من 3 مرات ده؟ لا، هم كل ده واحده اول 3 شهور عامله في الكشف وعايزه تعمل في الاستشاره الثانيه. لا ده خطر على فكره، ممكن يعمل تيراتوجينيك افكت او تشوهات. صح، ما احنا بردك مع المدى الطويل ممكن نشوف حاجه بنحذر رغم ان مفيش حاجه ريكورد البدايه، بس الاشعه التلفزيونيه بالكثره اللي هي غير لازمه. لا لا وطالما ان انت حاسه اللعبه ببطنك، يعني احنا زمان ما كانش في الكلام ده، كانت الست خلاص الست حاسه اللعبه ببطنك بيلعب خلاص، بيلعب ايه ما يقلش عن 10 مرات في اليوم، خلاص زاد عن 10 مرات ما تعديش تاني. تمام، ممتاز جدا. ويبقى كده ان انا مطمنه. وطبعا التغذيه مهمه قوي. يعني انا بقول اهم حاجه بقول لهم 3 كاتيجوري، اول حاجه التغذيه ونحط تحتها مليون خط، تاني حاجه الراحه اللي هي واحده العاديه عن الحامل، وبعدين ثالث حاجه العلاج، لان في كل ترايمستر 3 شهور الاولين لهم علاج، 3 شهور الوسطانيين لهم علاج، 3 شهور الاخرين لهم علاج. طب انا بعض السيدات بيسالوني سؤال دايما، بيقولوا لي اول 3 شهور نحبذ انه ما ناخدش اي ادويه خالص. لا ايه رايي معاكي مثلا فيتامينات زي الفوليك اسيد، كوبالامين، الكالسيوم، هل يفضل في اول 3 شهور ولا رايي معاكي؟ هو في اول 3 شهور لازم الفوليك اسيد، لازم الفوليك والكوبالامين او فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 بي 12 بيمنع التشوهات بنسبه 60%. تمام. والفوليك اسيد بنسبه 40%. تمام. ففي مركب طلع جديد يحمل الاثنين مع بعض، فوليك اسيد مع فيتامين بي 12. مع فيتامين بي 12 لازم تاخده 6 مرتين في اليوم أول في الشهور الاولانيه، وتاخد معاها برضك فيتامين بي 12 زياده. لكن ادويه الصداع وادويه السخونه وادويه المسكنات والالم والمغص، يعني اذا لزم الامر قوي قوي لازم الامر قوي. لكن على فكره عايزه برضك اطمن الساده المشاهدين، مش كل حاجه يقول لك العلاج هيعمل تشوهات، ما فيش علاج عامه الا بنسب قليله قوي. كان زمان التترا سايكلين بيعمل ديفنيس ما بقاش موجود دلوقتي، لكن هو دايما التشوهات بتبقى جينيتكس حاجات وراثة. خلقيه يعني صح. ما بتبقاش كده بس برضه كثره الادويه. عشان كده اقول لحضرتك الحديث اللي نفسه سلم تخيروا لطفيكم فان العرق دساس. طبعا يا فندم، بيقولوا من سابع جد الى سابع جد. من سابع جد يا دكتوره شادية. طب احنا بدأ دخلنا بقى في تشوهات ودخلنا في قصه والوراثه، يبقى لازم نتكلم الساده المشاهدين عن ايه هو الحمل الخطر. كتير بنسمع عن حاجه اسمها بريكلامبسيا او بيسموها تسمم حمل. السادة المشاهدين عايزين يسمعوا من معاليكي بقى يعني ايه تسمم حمل. اولا دي اخطر الحالات اللي بتقابلنا في الحمل والولادة، يعني حضرتك يعني لمست النقطة. طب احنا نستنى الاجابة دي ان شاء الله، عشان عندنا ضيفة عزيزة جدا جاية تنضم الينا، الدكتورة نوران طبعا، عشان تكلمنا على التجميل بعد الولادة بقى والوش والشد. احبائي الاعزاء مشاهدي قناتنا قناة الصحة والجمال رائدة الثقافة الصحية في جمهورية مصر العربية والشرق الاوسط، فاصل ثم نواصل ان شاء الله.
أحبائي وأعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، عدنا إليكم لنستكمل حوارنا الجميل الشيق والرائع مع نجمتين من نجوم السماء اللي نزلونا على الأرض بفضل الله، قامتان مميزتان هامتان في مجال الطب والتجميل والليزر. رحبنا بأستاذتنا الأستاذة الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس الشعب، والآن نرحب بنوران نصار استشاري الأمراض الجلدية والليزر والتجميل. أهلا بك، نورتينا. اهلا زي حضرتك. نورين مش نور واحد بس. اهلا زي حضرتك. يعني الصبا والجمال ملك يديك، اي تاج اعز من تاجيك؟ قتل الورد نفسه حسدا منك والقى دماه في وجنتيك. الله. نصب الحسن عرشه بين الفضائيات، فسالناه لمن تراه فدل عليك. قناه الصحه والجمال. طبعا احنا مع الوردتين والهامتين، القيمه والقامه، الكلام الرائع ده، الكلام الرائع ده. والدكتوره نوران بجد. اهلا بيكم يا فندم. يعني حضرتك دكتور وشاعر ما شاء الله، يعني ما شاء الله. الله يسعدك، ده من ذوق معاك يا فندم. لا والله بجد ما شاء الله، حبيبه الشعب وحبيبه ايه اقول ايه حبيبه مجلس الشعب. الله يبارك لي في عمرك. ايه طبعا احنا نبدا بقى الاول نسال الدكتوره نوران ونقول لها ايه رايك بقى في عمليات التجميل اللي شغاله دلوقتي بقى، بوتوكس وليزر؟ مين اللي نقول له اعمل بوتوكس، ومين اللي نقول له اعمل ليزر، ومين اللي نقول له اعمل خيوط ذهب، ومين اللي نقول له احقن سيليكون، وخاصه في الناس اللي وشها كده يعني مش حلو قوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو احنا في الاول عايزين نعرف احنا بنستخدم التجميل ليه. فاحنا هنقول مثلا ان احنا مش دلوقتي مثلا في الممثلين او يعني الشائع ان احنا بنستخدم البوتوكس او الفيلر عمال على بطال، او تروح للدكتور الجلديه هيعمل لك كل نفسك فيه واكسبكتيشن عاليه، وان هم يعني بيبقى عندهم هاي اكسبكتيشن، متخيله مثلا بحقنه فيلر واحده هنحقن خدودنا وتحت عينينا والكلام ده. عايزين نقول مثلا واحنا في الشباب وشنا بيبقى عامل زي المثلث المقلوب، تمام، الخدود فوق والدقن مسحوبه والكلام ده. مع تقدم السن بنعمل مثلث معدول، يبتدي هنا يظهر كده في الفكين تنزل، ويبتدي علامات بقى تقدم السن. احنا عايزين نقول ان التجميل دلوقتي ان احنا بنحاول نعاكس تقدم السن ده، نعمل حاجه تبان طبيعيه، ما تبانش بالشكل الاوفر او الشكل اللي هو بيبان في الكاريكاتير او النفخ الزياده او اللي احنا بنشوفه ده. لا، احنا عايزين نخلي يعني ربنا خلق الانسان في احسن تقويم، فاحنا بس بنعدل اللي بيحصل ده. واحده مثلا خست مره واحده فحصل تهدل في الخدود، نرجع لها لشكلها الطبيعي. ده يا فندم غير ريستور الفات. لا انا بتكلم ده غير الترهلات. الترهلات فين؟ لا ترهلات الورد خست، فايه فوشها ترهل. لا دي بقى ممكن نحط كام نقطه كده، كام نقطه بساط، نرفع الخد تاني. طيب. او الخيوط التجميليه او الخيوط نرفعها بالخيوط. طب نسبه نجاحها ايه يا دكتوره نوران؟ لا على طول بتبان في نفس السيشن، يعني السيشن ما بتاخدش اكتر من 10 ولا حاجه يعني، خالص امنه جدا خالص. يعني على فكرة احنا بنخاف من الفات، ان احنا نسحب فات من حتة ونحقنه في حتة تانية، لانه بيكلكع شوية. نسبة نتائج الجسم بيكسره. بس اعتقد نسبة الفات لو انا هاخدها من منطقة وازرعها في منطقة تانية من نفس الجسم بتكون ناجحة، لان الجسم مش هيرفضها، بس ما تعتبرش حاجة غريبة يعني عليه. يمكن احنا محتاجين حاجات او تجارب ادفانسد فيها شوية. لان احنا لما عملناها فترة لا بترجع بسرعة، يعني بسرعة. مثلا 6 شهور ونبتدي نحتاج تاني. برضو ده بيبقى في الفيلر، بس في الفيلر المادة علشان خاطر احنا ضمنينها قوي، التجارب عليها قوي، فبتبقى النتيجة زي ما انا عايزة بالظبط. انا حقنت في النقطة دي هعمل فوليوم في النقطة دي، شديت في النقطة دي. وفي كمان دلوقتي انواع فيلر بس عشان تدي نضارة، تمام، مش عشان خاطر نزود حاجة يعني. تمام. تمام دكتورة نوران وشاكرين افضلك. نرجع مرجوعنا لموضوعنا لأستاذتنا الجميلة الغالية الدكتورة شادية. احنا اتكلمنا على ما قبل الحمل والحمل الآمن، حملت الحمد لله وربنا رزقها وتمت الحمل على سلام بقى وأمان. نقول لها بقى تولد ازاي؟ الطرق الآمنة بقى للولادة. اولا انا عايزة اقول لكل السيدات وكل الشابات اللي هم بيجوا يطلبوا القيصريات، لا الولاده الطبيعي احسن وامن عليكي وامن على الموضه العكس يا فندم. لا يا فندم، ما هو لازم يفهموا التوعيه يعني من الاماكن الاعلاميه الهادفه الجميله دي. يبقى لازم نقول ان الولاده الطبيعيه امن على الجنين وعلى الام. يعني انا في الولاده الطبيعيه بفقد 150 سنتي دم مع البيست هاندز، مع الناس اللي شغاله اللي ايديها حلوه قوي. تمام. طيب في القيصريه مع الناس اللي ايديها حلوه قوي
بتفقد 500 سنتي دم، يبقى انا بفقد 3 اضعاف واكتر من الدم. نمرة 2، اثناء الولادة الطبيعية بيطلع كورتيزون داخلي اثناء الاسترس والطلقات الطلق اللي بيحصل، بيحصل كورتيزون بيحسن السيرفاكتانت بتاعت الحويصلات الهوائية، مادة بتبطن الحويصلات الهوائية، بالتالي بينزل الجنين يصرخ وما يبقاش محتاج حضانة. يعني كسرة التكالب على الحضانات دي ده انا كل يوم بيطلبوا مني 3-4 حضانات لان الحضانات بقت غالية جدا بره والناس ما معهمش، وكل وطبعا الولادة القيصرية كتير جدا بيولدوها قبل ميعادها قبل الميعاد. بس احيانا يا دكتوره شاديه بيقول لك ان شر لابد منه غصب عني لازم اولد قيصريه، فايه الحالات بقى بنسبه قد ايه يعرفوها امتى الجا بقى للقيصريه بقى بنسبه قد ايه؟ يعني عالميا من 12 ل 15% يولدوا قيصريات، بس احنا دلوقتي عندنا في مصر 80% قيصريات. اقول لك على سر، الطبيبات اللي هم اهل الذكر بيفضلوا يولدوا قيصريه عن الولاده الطبيعيه خوفا من الالم. ما في ولاده بدون الم، في ولاده بدون الم، احنا بندي احيانا بيسيدين امبول بيسيدين بيسهل جدا الافيسمنت وبيخليها متسكنه وما بتصرخش، وفي الاخر بتاخد كيتامين ولا حاجه وبتحزق وهي برضه نايمه يعني. يعني بنخفف كتير. طب حلو. لكن ليه انا اولد؟ اولا نسيبك من التكلفه بقى، برضك في فرق كبير قوي في التكلفه. صح. لكن هو اللي بيحصل ان زي السيدات بفكره او عندها هلع من الولادة الطبيعي او فكرة مش كويسة. الحاجة التانية الطبيب برضك مش عايز يقعد جنب الحالة 3-4-5 ساعات، لا بيحضرهم كلهم ويفتحهم قيصرية. فلا بنقول وبردي ماني وايز فلوس اغلى يعني. لما انا اولد حالة طبيعية ما باخدش كتير زي لما بعمل بقى قيصرية ودكتور تخدير وفلوس اعلى. هقول لحضرتك حاجة، وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني محدش ياخد اكتر من رزقه، والفلوس يعني اللي معاك. يعني سؤال بيني وبين حضرتك، يعني احنا ما بنلجاش للقيصريه اكتر عشان يدخل دخل؟ لا والله والله ابدا والله. ومعروف عني انا عارف بس بمزح مع حضرتك. لا يعني هم عارفين عني ان انا بقول لك الدكتوره شاديه طبيعي، ده مسميني كده طبيعي. انا عارف حضرتك إذا كويس. الا اذا ايه زي ما قلت لحضرتك، ايه بقى؟ يعني انا عندي على فكره من برضك مضاعفات القيصريه، اولا بيحصل انبهاج في البطن اكتر من الوضع الطبيعي لان انا بفسخ العضلات. والعضلات انا بفتح 7 طبقات اللي هو الجلد وتحت الجلد والشيز والعضلات ما بترجعش لطبيعتها. الحاجه اللي بعد كده بالنسبه للقيصريه بيحصل حاجه خطيره جدا اللي هو الزرع المعيب للمشيمه. يعني لو ولدت اكتر من 3-4 قيصريات بتبتدي، زمان كنا بنشوف البلاسينتا بريفيا دي قليل جدا، هي بتبقى المشيمه واطيه. دلوقتي بنشوفها كتير جدا مع تقدم القيصريات، ودي بتبقى حاله مميته جدا، يا تلحق الست وتشيلها الرحم يا الا الست تضيع فيها. فيعني احنا بنقول يا ريت نرجع تاني للولاده الطبيعي عشان نمنع المضاعفات اللي ممكن تؤدي بكثره القيصريات لايه؟ بحياه الام. الجنين لما ناهيك عن اعراض البنج يا فندم، وناهيك عن بالظبط عن مضاعفات البنج، ونقول لها ممنوع تلعب رياضه بعد شهر وتستنى الجرح لما يلم، وما تحطش حزام على بعد القيصريه. بيحصل حمل بعد قد ايه؟ المفروض على الاقل سنتين. سنتين يا على الاقل. على الاقل سنتين مده كبيره قوي، لكن الولاده طبيعيه بعد شهر لو عايز تعمل وتاكل على طول وتاخد شاور على طول. ده بقى اللي مش هستنى اطلع عليه. هيرجع للسؤال الجميل بقى اللي هقول لحضرتك عليه. طبعا انا عرفت ان عليكي مع ايه؟ مع الولاده الطبيعيه، والناس لازم تفهم ان ده صالح ليها والجنين بتاعها. طب ايه بقى راي حضرتك في عدم ممارسه الرياضه بعد الولاده على طول الطبيعيه؟ ده بيؤدي بقى للكرش بقى ونخش لدكتور تجميل فسخ العضلات اثناء القيصريه. تمام. ما انا هطلع العيل ازاي؟ ما انا لازم بقى ابعد العضلات وافتح الشيز. مش هترجع تاني حتى لو عملت لها بروتوكول. يبدا بقى تطلع لها كرش وتقول لك السبب كان الولادات. بالظبط، بالولاده القيصريه. فاحنا بنقول يا عوده وللدكاتره ان ما فيش حد ياخد اكتر من رزقه، للطبيعه لان اللي معايا ومع حضرتك مش بتاعي. صح. ده ممكن بتاع بنتي، بتاع مرات ابني، بتاع جوز بنتي، فلكن اللي انا الرزق اللي انا باخده، فانا ما اعملش حاجه غلط واتحاسب عليه. هقول لحضرتك على معلومه جميله جدا للدكتوره نوران. جامعة بنسلفانيا عملت بحث رائع كده وجميل، ولقيوا حاجة جميلة جدا. الست اللي بتضحك وبتبتسم نص ساعة بتخس 10 كيلو في السنة، والست اللي ما بتضحكش بتصاب بالتجاعيد المبكرة والشيخوخة المبكرة 10 سنين عن مثالتها. ده حقيقي. خلاص بقى بتكشر وما ضحكتش ووشها بقي حاجة كئيبة. خلي كل الستات توزع بسمات. حصلت لها التجاعيد يا دكتورة شادية. ده حقيقي. دلوقتي هتيجي بقى للدكتورة نوران وتقول لها نعمل إيه في علاج التجاعيد؟
علاج التجاعيد، انا بس عايزه اقول مسج كده جلديه قبل اللي هي مسج التجميل، علشان تبقى كوزمتولوجيست شاطر لازم تكون جلديه شاطر. تمام. وفي مسج عايزه اوصلها كده. الساده المشاهدين عايز يعرفوا يعني ايه شاطر، شاطر من ناحيه ايه؟ يشخص امراض الجلديه. الاجهزه دلوقتي الليزر دكتوره شاديه مالت بالظبط العيادات والسناتر، ودلوقتي بقى ايه ده حتى الكوافيره دلوقتي عندها ليزر بالظبط. واللي هي انا واخده دبلوم التجميل او اخصائيه تجميل، يا جماعه جلدك غالي، يعني جلدك ده هديه من ربنا. اهل الذكر اسالوا هو ده الذكر اللي كنتم لا تعلمون، يعني مش اي حاجه نجربها، اكتر ناس في الحته دي مش اي حاجه نجربها. ما نحطش ايدينا تحت اي حد، يعني لازم يكون دكتور متخصص، لازم يكون معاه شهاده، لازم يكون مارس ده، لازم تشوف صور قبل وبعد قبل ما تشتغل. تمام. انا بمناسبه بس فيروس كورونا والحاجات دي، عايز اقول ان الفيرال انفكشن السيزون ده اجريسيف بكل صوره. مع ايه بقى؟ دور البرد بيرقد، الماتيريال اللي بيستخدموها مثلا. لا 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 انا مش دلوقتي بتكلم في التجميل، انا دلوقتي بتكلم في الجلديه. في الجلديه امراض النخاله الورديه زادت وبتيجي بصوره اجريسيف شويه، الجسم كله بيبقى مليان بطش حمراء، الهيرب زوستر او اللي هو الحزام الناري. تمام. فجاي برده بصوره اجريسيف جدا. فننصح الناس كده ان هم الفيتامين سي فوار ياخدوه مرتين في اليوم، ده وقايه من فيروس كورونا. بالظبط ده يزود المناعه. ولو ملوش فيتامين سي نقول لهم على فكره ليمون، نسبة فيتامين سي دكتورة شادية، الليمون والبرتقال، الكيوي واليوسفي والليمون والبرتقال. بالظبط. والجوافة، وعلى فكرة الجوافة فيها أكتر من البرتقال. يا فندم البرتقال دلوقتي الكيلو مش عارف 2 جنيه و3 جنيه يعني. أيوة. نستخسر ليه كوباية عصير برتقال يوميا فريش تقينا من بعض الأمراض المعدية؟ لا ده نصيحة في انتشار يقوي الكورونا دلوقتي. على فكرة معلقة عسل نحل. بالظبط. مع بنقول ليموناته بس بالعسل. تمام. معلقه عسل نحل تتدوب في ميه ونص ليمونه، يبقى انا بعمل ليموناته بس بالعسل بدل السكر. وهضيف على معاليك الكلام الجميل قوي، نحط لها كمان ربع معلقه زيت حبه البركه. الله. او سبع حبات حبه البركه. ده معلقه زيت زيتون على الصبح، دي برضو حاجات بتقوي المناعه. فص توم او اللي احنا يعني وهي كبسوله كده تاخدها كانها كبسوله مضاد حيوي على الصبح. تومه كبسول؟ يعني فص توم عادي جدا. يعني التوم مش كبسوله، كانها كبسوله مضاد حيوي طبيعيه. او النقطه مثلا ممكن على الزبادي. بالظبط. بصل. البصل عارفه احدث بحث عمل في علاج جرثومه المعده دلوقتي، مش هتصدقي. مش الادويه الثلاثيه والرباعيه لا، هو ثلاثيه فعلا، ثلاث شهور على كوبايه زبادي كل يوم مع معلقه عسل نحل لمده 14 يوم علاج لجرثومه المعده. فعلا لو رجعت للحاجات الاورجانيك. معلقه خل بس، يقال معلقه الخل على الميه على الريق بتعمل قرحه في المعده. قرحه. يستحسن تتحط على طبق السلطه. ايوه. لو رجعنا للحاجات الاورجانيك او رجعنا للحاجه الطبيعي، بشرتك هتبقى هيلثي. شرب الميه كتير على الاقل 3 لتر في اليوم، يعني 12 كوبايه من الطويله دي. انا لسه بقى اكلمك السادة المشاهدين عايزين يعرفوا بقى والشتا المية للبشرة. والشتا ما بتعطش. تمام. فلازم انت تفتكر ما بتشربش. بالظبط. فلازم انت ازايز المية كده قصادك وانت عمال تشرب فيها. تعرف الشاعر قال ايه يا دكتورة؟ قال ايه؟ عجبي على اقوام يغسلون وجوههم ولا يغسلون امعاءهم وكلاهم. لا حضرتك شاعر بجد. على فكرة المية هو كان عطشان شوية. المية ليها فوائد كتيرة جدا. اتفضلي. الامساك هتضيعه، يعني على الاقل 3 لتر ميه في اليوم هتضيع لي الامساك. اسمعوا ايها الساده المشاهدين، الاستاذ الدكتوره شاديه، فوائد البشرة. المياه واحد تضيع الامساك، نمره 2 تحسن البشره، نمره 3 تغسل الاملاح اللي في الكلى. الميه الحقيقه كلها فوائد. الحياة. كلها فوائد. الماء تخلص الجسم من السموم لو عليها نص ليمونه. يعني واخد بال حضرتك؟ ما في انا مره كنت قريت حاجه جميله. طب هقول لك على حاجه قبل ما تقولي. صدق الله وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله الله الله. ما فرطنا في الكتاب من شيء. كملي بقى قالت البحث بقى. يعني كان قال لك ازاي انت تخلص، واحنا محتاجينه دلوقتي عشان انا عايز اقوي مناعتي. طب اقوي مناعتي ازاي؟ ان انا اخلص الجسم من السموم واخد الحاجات اللي تقوي المناعه. فقال لك الصبح بعد صلاة الفجر، لو إن شاء الله تصحى بدري بعد ما تصلي، وقال لك صلاة الفجر دي خير من النوم، لأن في الأوزون الصبح اللي هو الأو 3 اللي هو الأكسجين 3 ده، لو تنفس البني آدم 5 دقايق نفس عميق وطلعه هيغسل الرئتين. Yeah. من كل اللي في الجو دوت، من دخان ومن وبقى. ومن الى اخره، وتخلص من الشوائب اللي جوه الرئتين. اخد معلقه العسل الابيض وادوبها، هتعمل لي سنده للكبد اللي هو مطبخ الجسم ومخلص الجسم من السموم. يبقى انا بشغله يخلص لي الجسم من السموم. ممتاز. ثالث حاجه
ان انا الكلى اديها 3 لتر ميه على الاقل في اليوم هتغسل لي الاملاح اللي فيها. هنقطعك ثواني بس عشان عندي الصعيد وحبايبي في الصعيد طبعا. ام اصاله من اسيوط اتفضلي يا ام اصاله اسالي اللي انت عايزه تساليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي نورتي برنامجنا ونورتي الصعيد كله كمان. الله يخليك، ممكن اكلم الدكتوره؟ معاكي الدكتوره يا فندم اتفضلي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بك يا دكتوره. بص انا خلفت جبت 3 ولد وكان منزل على 8. وعلى الثامن بينزلوا عايشين ولا لا؟ عايشين ولا لا؟ يعني ما حد دخلهم. يا اصاله بستاذنك بس وطي التلفزيون واسمعي من الايه من التليفون، وطي التلفزيون يا ام اصاله عشان تسمعينا. اتوفوا. ما دخلتهمش حضانه يعني؟ دخلت اخر واحد الحضانه وتوفى، وبعد كده جبت بنتين بس عايشين. يعني الولاد بس اللي بيموتوا؟ اه. طيب ما انت لازم تعملي في مركز البحوث امراض وراثيه، لربما يكون عندك حمله للثلاسيميا، لان دي اللي بتصيب الذكور عن طريق السيدات. يعني الثلاسيميا. انا دلوقتي حامله دي لاربع اشهر وفيها ولد. لازم ولد. طيب يا فندم برضك يا ريت تراجعي لنا المركز القومي للبحوث بحيث يعمل لك الامراض الوراثيه بتاعت الثلاسيميا، علشان دايما في مرض وراثي معين اللي هو الثلاسيميا بيتنقل من السيدات الى الذكور بس وما بيتنقلش الى الاناث، فشوفي اذا كان ده موجود وهم ينصحوكي بايه. يعني واخده بالك لازم راجعي المركز القومي للبحوث. تمام يا ام اصاله، اسمعي كلام الدكتوره شاديه، شوفي مركز البحوث عشان يعمل لك فحوصات خاصه بالامراض الوراثيه الخاصه. لا هو الميه كانت لما تنقص حوالين العين. لا الميه تنقص ده لازم انت تاخدي العلاج المظبوط زي ما قلت، لازم تتابعي حمل وتاخدي الحديد وتاخدي الكالسيوم وتاخدي الاوميجا 3، ده بيحسن الميه بشكل حلو جدا، تتغذي كويس، تعملي اشعه تلفزيونيه بالدوبلر تشوفي في الشهور الاخرانيه بالذات في الثامن والتاسع، تشوفي الغذاء واصل للجنين بنسبه قد ايه والريزيستنت قد ايه، يعني ده في حالتك لازم في الثامن تتابعي باشعه تلفزيونيه بالدوبلر مش عاديه عشان اقول الغذاء اللي واصل للجنين. للاسف يا دكتوره شاديه احنا نكتفي بهذا القدر، نتيجه طبعا وقتنا انتهى.